متابعي موقع طنجة والأوفياء، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم باسيو مع أيوب. الباسيو ديالنا ديال اليوم غيكون واعر بزاف وسبيسيال، حيت غنزورو فيه أحسن مواطع كاينين في طنجة. ولكن الحاجة اللي غتخلي الباسيو ديالنا اليوم سبيسيال هي وسيلة النقل اللي غنعملو بها الجولة ديالنا. والباسيو ديالنا ديال اليوم غنعملوه في الحافلة السياحية سيتي تور. هذه الحافلة هي حافلة صديقة للبيئة، وفيها الويفي ومزودة بكاميرات اللي كتسجل بصوت وصورة، وكتهضر معك الحافلة بثمانية اللغات. ملي كتجلس كيعطيوك فونس، وكل بلاصة كتوقف فيها كتهضر معك الحافلة باللغة اللي اخترتي تينا، وكتعرفك بالمكان والتاريخ ديالو، فحلي معك مرشد سياحي. وعلى الهضبة يقف مسجد مرشان القديم، وبجانبه المقبرة كواحدة من أقدم مقابر المدينة. بالنسبة للحافلة السياحية عندها جوج ديال الجولات. الجولة الأولى اللي كتكون داخل مدينة كتبدأ من 9 ديال الصباح حتى 6 العشية، والجولة الثانية اللي كتبدأ مرقلة حتى مغارة هرق كتبدأ من 12 العشية 6 العشية. بالنسبة للإنسان اللي عمره ما شاف شي طنجة غادي يشوفها كاملة تقريبا، فيها دورة في المدينة أولا، وخاصة ذاك الوصف ديال الأماكن، الوصف ديال الأزقة، وداك الشيء كيعطي فكرة دقيقة ومفصلة على كاع داك الشيء اللي كاين في طنجة. زائد هاد الخرجة هادي عاوتاني جيت هاد المنتزه هذا رائعة. أول مرة غتركب ولا ديجا ركبت؟ لا أول مرة وأنا جيت لطنجة ماشي جوج، وخليت السيارة ديالي حدا لاجونس ديال هاد الشركة باش نجي أنايا في هاد الجولة، واستمتعت بها صراحة. أي واحد بغي يستمتع بطنجة كنظن هاد الركبة هادي راه غادي يستمتع مزيان، يستمتع مخير صراحة. كانت رحلة رائعة، تعرفنا فيها على المناطق رائعة من مدينة طنجة، وصراحة أنه رغم أنه توفر سميتو السيارات لأي واحد، ولكن ما يمكنش باش يشوف هذاك الشيء كامل. ولكن صراحة هاد العمل اللي دارته هاد الحافلة ألزا كان زعما رائع، تمكننا فيه باش نشوفوا جميع المناظر طبيعي. وهاد باسيو هذا اللي شفتوه كامل وهاد المناظر اللي واعرة بزاف، الثمن ديالها غير 80 درهم بالنسبة للناس اللي العمر ديالهم فوق 14 سنة، وبالنسبة للناس اللي العمر ديالهم 14 سنة 6 سنوات فالثمن ديال التذكرة 40 درهم، والأطفال اللي العمر ديالهم 6 سنين من تحت فبالمجان. أما ذوي الاحتياجات الخاصة الثمن ديال التذكرة ديالهم 40 درهم. وما ننسوش نفكركم أن هذه التذكرة هذه كتبقى صالحة لمدة 48 ساعة، وعندك الحق في جوج ديال الجولات، الجولة داخل المدينة والجولة اللي كنمشيو ليها الأشقة. وحتى هنايا كيكون انتهى الباسيو ديالنا ديال اليوم. كان معكم أيوب جبالي، نتلاقاو في فيديو جديد وباسيو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.